السلام عليكم البنات، نتمنى يلقاكم الفيديو ديالي على خير. اليوم كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم هاد الملاقيه خفيفه بالعقيق. هاد الزواقه بهاد الشكل هذا، كيف ما قلت لكم البنات هادي هي الزواقه اللي غنخدم معكم. عندنا هنا واحد خمسة الغرزات، غادي نخدموا الغرزه الاولى، نديروا العقيقه ديالنا، غنقزو واحد الغرزة ونضربو في الغرزة اللي حداها بالطريقة، نديرو العقيقة الثانية هكذا، نقزو غرزة ونخدمو الغرزة الأخرى بالطريقة، نضربو في الثوب بعد ما نرجعو. كنخدمو واحد الغرزة قبل العقيقة وغرزة من بعد العقيقة هكا البنات، باش نثبتو هاد العقيقة ديالنا. نفس الشيء بالنسبة للأخرى، نديرو غرزة قبل وغرزة من بعد العقيق، نخدمو هاد الغرزة اللي بقات عندنا هنا في الأخر. في الصف الثاني غادي نخدمو الغرزة الأولى والغرزة الثانية، باش غندير واحد العقيقة وص من هاد جوج العقيقات اللي درنا في الأول، تجي عقيقة وص منهم بهاد الطريقة. كما قلت لكم خدمو جوج غرزات ونركبو العقيقة، نقزو هاد الغرزة الوسطانية ونضربو في هادي، نخدمو هاد الغرزة اللي بقات عندنا في الأخر. نرجع بالغرزة ديالنا هاكا، كيف ما قلت لكم دائما غرزة قبل العقيقة وغرزة هكذا من بعد العقيقة. هي البنات كيف ما شفتوا هي هذه، درنا جوج عقيقات وعقيقه. دابا البنات كنديروا واحد الصف اللي هو عادي، باش كنفرقوا هذا الصف اللي هو عادي باش كنفرقوا بين هذه الزواقه وهذه. خدموا هذه الخمسه الغرزات عاديين هكذا، كنرجعو معاهم من بعد ما خدمنا الصف ورجعنا معاه. غنخدمو دابا الغرزة الأولى، نديرو العقيقة نقزو غرزة ونضربو في الغرزة الوسطانية بالطريقة هكا، نديرو عقيقة أخرى، نركبو عقيقة أخرى ونضربو في الغرزة الأخرانية. ملي كنرجعو البنات غرزة قبل العقيقة وغرزة من بعد العقيقة، نفس الشيء بالنسبة للعقيقة الأخرى، هي غرزة قبل وغرزة من بعد العقيقة. هكذا من بعد العقيقة كتجي غرزة، خدمو هاد الغرزة اللي بقات عندنا في الأخر هاهي.
دابا البنات غنخدمو الغرزة الأولى والغرزة الثانية اللي هي فيها العقيقة. نقولك هو واحد العقيقة بتجي غتجي وسط من هاد العقيقات بجوج. هاهي من بعد ما ركبت العقيقة هنا كنخلي هاد الغرزة ونضرب في الغرزة اللي في العقيقة الأخرى. هاهي بالطريقة نخدم الغرزة، نخدمو هاد الغرزة اللي بقات هنا، نهبطو مع هاد الغرزات كيفما قلت لكم دائما ضربة هنا، ولا غرزة قبل العقيقة وغرزة من بعد العقيقة. نخدمو هاد الغرزات اللي بقاو عندنا هما، دائما كنفرقو ما بين هاد الزواقة وهاد الزواقة بواحد الصف اللي هو كنخدموه واحد الصف عادي. طلع مع هاد الغرزات ديالنا خمسة الغرزات هما، نهبطو نخدموهم بهاد الطريقة. من بعد ما خدمنا واحد الصف عادي وهبطنا معاه كنخدمو الغرزة الأولى، ديرو العقيقة نقزو غرزة نضربو في الغرزة اللي حداه، نديرو العقيقة الثانية هكذا نقزو غرزة نخدمو الغرزة الأخرانية. كنخدمو الغرزة اللي قبل العقيقة والغرزة اللي من بعد العقيقة هكذا، نفس الشيء بالنسبة للأخرى، غرزة قبل وغرزة من بعد العقيقة. خدموا هاد الغرزة اللي بقات لنا في الأخر بهاد الطريقة. الصف الآخر كنخدموا الغرزة الأولانية هاهي والتانية، عاد كنديرو العقيقة ديالنا، نديرو العقيقة ديالنا بالطريقة. منين هبطو البنات كنديرو نفس الطريقة، نخدمو غرزة قبل العقيقة وغرزة من بعد العقيقة. كنتمنى بأن الطريقة تكون واضحة بالنسبة للبنات اللي كانت أول مرة كتشاهد القناة ديالي. نتمنى أنها تدعمني بلايك وأبوني، ضغط على الجرس باش يوصلها الجديد.